ينضم إلينا عبر سكايب من الجزائر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور زهير بوعمامة. دكتور زهير، ما خصوصية الحالة الجابونية في حمى الانقلابات التي تشهدها المنطقة؟ بمعنى آخر، ما الذي يميز الانقلاب على علي بونغو عن التغيير غير الدستوري في النيجر مثلا؟ مساء الخير. هناك لا شك لكل حالة خصوصية، ولكن علينا أن نشير إلى أن الذي يحدث في المنطقة مترابط ويدل على أن رياحا جديدة تمر بغرب ووسط أفريقيا. نعم. ويجب أن نتوقف كثيرا عند حقيقة أن هذه الانقلابات، هذا الدومينو الذي تتساقط قطعه واحدة تلو الأخرى، تقع كلها في ما يسمى أفريقيا الفرنكوفونية. بالنسبة لي الجابون، أولا هذه المحاولة التي يبدو أنها ناجحة أو تتجه لكي تنجح، تأتي في سياق التوتر الذي تركته الانتخابات الأخيرة. الجميع يعلم بأنه منذ السبت الماضي كان هناك ترقب للإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، وكانت هناك اتهامات من قبل المعارضة بأن الحكومة والحزب الحاكم ومعسكر الرئيس علي بانغو زوروا الانتخابات، ولذلك تأخر الإعلان عنها، حتى أنها أعلنت البارحة مساء في الليل من قبل قناة خاصة يوجد مقرها في المنتجع الرئاسي كما يقول الجابونيون. ويمكن أن هذه الشرارة التي أدت بالعسكريين للانقلاب بحركتهم في التحليل في الشكل العام، هذه دولة تحكمها عائلة، لا ديناسي غابون كما يسمونها، عائلة واحدة منذ أكثر من 56 سنة، والرئيس الحالي مدد لنفسه ويحكم منذ 2009 بعد وفاة والده الذي حكم الغابون لمدة 41 سنة، وحكمها لصالح أو بتغطية أيضا من الاستعمار، دولة المستعمر القديم. وعلى الرغم من أن الجابون كما يعلم الجميع دولة غنية تملك ثروات كبيرة جدا، لديهم 26 مليار متر مكعب احتياطات غاز، 2 مليار برميل احتياطات بترول، لديهم يعني ناتج دكتور أبو عمامة قلت 25 مليار دولار، ولكن التقارير تقول بأن ثلث الشعب الجابوني يعيش تحت خط الفقر. هذه المفارقات التي يمكن أو أدت إلى أن الشعب في الجابون خاصة، وأن الانتخابات الماضية دكتور بوعمامة تحدثت عن أن اتجه في هذا الاتجاه. دكتور بوعمامة تحدثت على أن الانقلاب تأخر إلى الانتخابات، إذن التوقيت مهم في هذه الحالة، في حالة الجابون، على اعتبار أن الانقلاب جاء بعد فوز بونغو بعهدة رئاسية ثالثة. ما دلالات هذا التوقيت بالذات دكتور بوعمامة؟ صحيح، لأن البعض كان يمني النفس بأن الانتخابات ستمكن مرشح المعارضة الأساسي من أن يفوز، لأن كل التوقعات كانت تقول ذلك، ولكن كانت هناك أيضا تقارير كثيرة استخباراتية قدمت لعديد الجهات تقول بأن الرئيس علي بانغو والمحيطين به يريدون الإبقاء عليه رئيسا، بالرغم أيضا من حالته الصحية كما نعلم، خاصة منذ 2018 حين أصيب ب يعني أزمة صحية غيبته حتى عن الظهور لمدة ما يقارب 10 أشهر، وحينها أيضا في تلك الأشهر كانت هناك محاولة انقلابية فاشلة من قبل البعض. أعتقد بأن هذا الذي حدث من تزوير يعني واضح تماما هو الذي أعطى مبررا لهذه النخبة العسكرية للجيش في الجامون لأجل أن يزيح
الرئيس علي بانغو، وينهي بذلك حكم عائلة بانغو الذي امتد لأكثر من 56 عاما، ويعني يفتح الباب على مرحلة أخرى ربما تكون أيضا من غير النفوذ الفرنسي، على أساس أننا نعلم بأن عائلة الرئيس بانغو كانت تتمتع بشكل أو بدعم كبير جدا من قبل باريس، حتى أن الصحفي والإعلامي الفرنسي أنطوان غليزر كتب كتابا اسماه أفريك فرانس، وقال فيه أنك إذا أردت أن يعني تشير إلى مثال عن نجاح الفرنس أفريك التي بناها جاك فوكار مع الرئيس دوغول، فعليك أن تنظر إلى العلاقة ابقى معنا.